من جديد نعود إياكم إلى برنامجكم اليومي تواصل دوت كوم والمزيد من القضايا التي اهتم بها مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي في عموم العراق. نذهب الآن لنلقي نظرة سريعة على أهم الملفات التي اخترناها لكم في عدد هذا اليوم. في الملف الأول من البصرة، عامل أقعده المرض لا يجد رعاية حكومية ولا من أي مؤسسات المجتمع المدني. أما في بغداد فسنكون مع تواصل مظاهرات رفض الخصخصة، وأيضا عودة إلى البصرة في هذا الملف ومطالب بإطلاق سراح موقوفين لإسقاطهم برجا للاتصالات. في العنوان الثالث يوضح لكم مضمونه العمل الذي يقوم به النواب في البرلمان. أحد المواطنين في البصرة خدم وعمل ولم يجد من يؤازره حين أنهكه المرض وأقعده عاطلا، يعيش على بعض المساعدات ممن يمرون جانبه على قارعة الطريق. نشاهد هذه المأساة ونعود. في مدينة البصرة، المدينة الغنية بالنفط والخيرات والثروات والموانئ، وأيضا غنية بالأحزاب والميليشيات والعصابات والمتنفذين. في مدينة البصرة كل شيء موجود. موجود المتدين، موجود العصابتي، موجود المتحزب، موجود الخائف، وموجود شيء ثاني، والمسؤول ايضا موجود. لكن ما معقوله احنا كل يوميا نشوف ازمه حقيقيه بمدينه البصره. عادل مواطن كان يغسل سيارات بهذا الجراج ويسترزق، لكن المرض عصف به وخلاه بهذا الوضع. عادل كل يوميا يغسل سيارات والحمد لله ويشكر الله راسه. المرض سواه بهالوضعيه هذه. زين المرض من طيح عادل وبقى بهالطريقه هذه وبهالوضعيه هذه في مدينه البصره. ماكو مؤسسات شريفه بالدوله، ما بنيتوا لكم مؤسسه من ايام محمد مصبح الى شتاق الى خلف عبد الصمد الى ماجد النصراوي الى اسعد العيداني. لا حول ولا قوه الا بالله. اهالي من البصره يتساءلون عن دور الحكومه في مثل هذه الحالات. دور الرعايه ومؤسسات المجتمع المدني مثل هذه الحالات يعز على العراق ان يشاهدها تتفشى وتزداد. فهل يجد هذا الشاب الذي يموت بطيئا، هل يجد من يوفر له الغذاء والدواء؟ يبقى الخير في العراق وإن استبد به الظالمون. ما تقولون شنو؟ يقابل هو نازل من فضاء. ليش؟ ليش بهذا الوضع؟ ليش؟ ليش أسرق؟ هسه هاي هم سالتالي أسعد العيداني، حكينا على المرة البارحة بالليل وسعادة. كل دول العالم حتى الفقيرة اكو مأوى، ذول المعوقين المرضى المشردين، بس بمدينة البصرة اكو حسينيات واكو مقرات مال أحزاب واكو كل شيء. بس ما موجود الهاتف. الله يسعدك حي. شلونك؟ شو اخبارك؟ والشرطه جو يسالوننا. شلون صحة؟ اذا عادل هذا وضعي تعادل. اذا اكو مؤسسه تدعي الانسانيه والرأفه والرحمه تجي تشوف عادل. عادل ابن البصره، الشاب اللي كان يغسل سيارات بهذا الوضع. تقبلون على وضعيتكم هاي؟ انتم الحسينيات اللي تجيبون جعفر الابراهيمي وتجيبون طويرجاوي وتجيبون كذا وتعطونهم دفاتر، هذا مو افضل؟ مو افضل من القرايه وافضل من الحسينيه؟ اذا تقاعست الحكومه ايها المواطن فلا تقلدها، بامكانك ان تفعل الكثير ازاء هذه الحاله، والكثيرين في منطقتك، حيك، شارعك، او ربما في ذات البنايه التي تعيش فيها. المسلم أخو المسلم، لا تنسوا ذلك يوما وإن نسيتكم حكومة لا تفكر بكم. إلى حالة شعبية أخرى ومن الفردي إلى الجماعي ننتقل الآن. يتواصل رفض العراق لخصخصة الكهرباء. في بغداد خرجت السبت مظاهرة ضد الخصخصة، شهدوا جانبا من هذه المظاهرة ومن ثم لنا عودة. والله ضد الفقير، والفقير محارب والمناجح. يا إدارة وقاعد قال المرجعية، المرجعية شو تسوي يا عمي؟ اعطت فتوى ضد داعش، اعطت فتوى اسعى العراق من الساعة هاي، المرجعية على راسنا، احنا اللي نتصرف، واحنا اللي نتحرك، صار انفجار الباب الشرقي، يا اللي جاهم، يا اللي قتل ابو تشاه، يا اللي تعب التنظيم، مين اللي جاهم؟ وسع الباب خصخصة، يعني في المحاضرة طلعت، البرلمان ما تجاوب لنا، ليش؟ روحوا على القيد واحد. وقد أسمعت لو ناديت حيا، ليس هذا كل شيء، فالتظاهرات مستمرة في أكثر من محافظة. نعود الآن إلى البصرة ولكن
إلى التظاهرات، وفيها مظاهرة طلب المشاركون فيها بإطلاق سراح شبان أوقفوا بعد إسقاط برج للاتصالات مؤخرا في البصرة. طبعا موضوع إسقاط برج الاتصالات كان حاضرا معنا في اليوم الماضي من تواصل.com، والمظاهرة جاءت للاحتجاج على توقيف عدد من الشبان. إلى موضوع آخر الآن، بعد حديث عن الخصخصة وتواصل الرفض الشعبي لهذا المشروع، نذهب إلى المجتمعين تحت سقف قبة البرلمان. البرلمان في العراق عبارة عن انكباب على المصلحة الشعبية وانشغال عن الخاص من أجل الصالح العام، فهذا يدردش عبر الموبايل وغيره أخرى تجري اتصالا من أجل نجدة المظلومين، وثالث ربما كان مشغولا بأحوال الرعية. عموما شاهدوا كي لا أظلمهم، شاهدوا كيف يتعب البرلمانيون من أجلكم أيها العراقيون، اشكروهم مرة واحدة ولا تظلموهم، فهم يسهرون على راحتكم وينشغلون من أجلكم. محافظة بابل أو من الدائرة أو من الموظفين اللي موجودين هددوا بالعصيان، إنه يخلون عصيان. انفرادات المشاريع وزارة الصحة العراقية وقال عن معنى والدكتور وقال وخلف رئيس سيد المفتش العام، قال أنت تستلم حتى لا تفسر أنت معوق للعمل، يعني قال الدكتور قطاع البناء أنه صحة بابل هي المعوقة التي في العمل. واحنا صار لنا سنوات متكلمين بس هم دي منام يشتغلون في الاخراج هذا المحتوى عند ما يقول عندهم خلل في خلل في منشا رياضي، يعني يصير هنا مجمع رياضي لطيف في المحافظه ونفذ سلم. حقيقة لا أعلم إذا كان تناول الطعام تحت سقف قبة البرلمان مسموح أم هي مخالفة. مثل هذا الفساد هو ما يدفع شرائح في المجتمع للتعبير عن غضبها بطريقتها الخاصة. عموما هكذا يصبح حال الأوطان، هكذا يصبح حال الأوطان التي يتوسد أمرها من لا يستحقون. هكذا يصبح الحال حين توكل المسائل إلى قوم ليسوا أهلا لها. وسلام على بقية من وطن نتمنى أن تصمد رغم الظلم والظلام. إلى فقرة آراءكم على في آراءكم، معمم يدعو العامة إلى النزول، أن ينزلوا للانتخابات وعدم الاستماع إلى الأصوات التي تنادي بمقاطعة الانتخابات. طبعا للمعرفة هذا الرجل يستفيد من البرلمان، إضافة إلى ذلك فإنه مقيد على بند المستفيدين من قانون رفحاء، هذا ما قاله مرتدو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. وللناس رأي بما تقول أيها المعمم. وقبل آراء الناس لنكون منصفين نعرض ما قاله تماما، ومن ثم سنذهب بعدها إلى تعليقات مرتدي فيسبوك. طبعا جعلت المواطن في مدار الحيرة، هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الذين أطلقوا ما سميتموه فتاوى الحقيقة هم ليسوا بأهل الفتوى، وكذلك لا تأثير لهذه الفتاوى على مستقبل الانتخابات، ولن يسمعها الشعب، لأن الشعب يأخذ موقفه من سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله، وكلمته كلمة الفصل والتأثير. أما فلان وفلان وقد يأتينا فلان وفلان آخران، فهؤلاء ليس لكلامهم أي أثر على مستقبل الانتخابات. ثم أن كلامهم ليس قائما على علم ولا على دليل ولا على نقطة ارتكاز، إنما هؤلاء لديهم مشاكل مع العملية السياسية وأجعلهم يفتون أو يقولون كلاما ضد الانتخابات. الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، والانتخابات نعم. ستكون انتخابات مبهرة، نعم. انتخابات هذا الأمر شيخنا. تحت شيخ.
بالمناسبة كثيرون من الناس يرون بأن أمثال هذا هم الذين يستغلون الدين ويتخذونه مطية من أجل تحقيق أغراض سياسية قد تخدم طرفاً على حساب أطراف أخرى، حتى وإن كانوا يتوافقون معهم إلى حد ما فيما يتعلق بأمور الدين. بعيداً عن الأمور الدينية، هو طبعاً يتحدث هنا عن مرجع ديني معروف لدى الشيعة وهو جواد الخالصي، وشكك بقوله فيما يتعلق بالانتخابات. سابقا جواد الخالص قال من ينزل إلى الانتخابات بحكم الخائن وبحكم المجنون الذي فقد عقله، وهنا هذا الرجل يخالفه من منطلقين، من منطلق ديني لا أعرف كيف خرجه وكيف برره، ومن منطلق سياسي لربما هناك من دفعه ليقول هذا القول. نتحدث عن هذا الرجل، هذا ما يقوله كثير من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. حسناً، نذهب الآن إلى التعليق الأول رداً على هذه القضية. في هذه التعليقات نقرأ من خليل يكتب: 15 سنة تجربة، ماذا أبقيتم؟ الشعب نصفه أسير تحت سلاح ورعب هذه الأحزاب. خليل هنا يتحدث ببساطة، يقول كيف تريد لنا أن نقتنع بعملية سياسية جاءت بالقمع، جاءت بالسلاح، جاءت بإرهاب أهل العراق، لم تأتي لا ب يعني مشهد مشرف يعكس رؤية شعبية واضحة يجمع عليها الجميع، وإنما استثنت الكثيرين، أسقطت حق آخرين وترهب أهل البلد. هذا ما نفهمه من هذا التعليق. إلى تعليق آخر، عباس ياسر جبر الحسيناوي يكتب: أنت أحد أسباب فشل العملية السياسية وتوزيع مال الناس بالباطل. موظف يعمل 14 سنة يخرج من العمل دون تقاعد، ومجرد ولادة في رفحاء يأخذ تقاعد و50 ألف عن كل يوم قضاء في رفحاء. هنا يتحدث عباس عن ظروف الأغلبية العراقية في مختلف المحافظات في العراق، ويقارن ما بين العموم العراقي وما بين من يستفيدون من قانون رفحاء، وهذا القانون هو الذي أقره البرلمان يعني لاحقاً بعد سقوط النظام الذي سبق الاحتلال الأمريكي، وأقروا لمن كانوا يسكنون في مخيم رفحاء كثير من الامتيازات، بعضها وصل إلى ملايين الدنانير العراقية كما قال كثير من مسؤولين عراقيين ذكرنا وعرضنا بعض تفاصيل لحديث لهم سابقاً. عموماً مثل هذه الأحداث ومثل هذه الظروف لا ينساها العراقيون، ويظلون ذاكرين من وقف إلى جانبهم بحق ومن يعمل من أجل نفسه ومن أجل من يلفون لفيفه فقط. إلى تعليق آخر، في هذا التعليق أيد يكتب: أعطني قانون انتخابات لصالح الكتل الصغيرة وأعطني مفوضية نزيهة غير منتمية إلى الأحزاب والمحاصصة وأنا أنتخب، أما بغير إصلاح هذا فلن أنتخب. يتحدث هنا هذا الشاب عن ظروف العراق القانونية التي تسبق إجراء أي انتخابات مثلها مثل أي بلد في العالم. أعطني لجنة نزاهة نزيهة بالفعل، أعطني سياسيين صادقين، أعطني مؤسسات دولة تحترم أبناء هذه الدولة حتى ننزل وننتخب. هذا ما يريد أن يقوله هذا الشاب إلى تغريدة أو إلى تعليق جديد. ألا سومر السومر يكتب: حي الله الشيخ الفيدرالي، انت تريد الانتخابات لان ضامن وصولك كونك فتحت باب فرهود اموال الفقراء وتجويعهم. سومر السومر هنا يريد ان يقول ان هذا المعمم باختصار انما يريد مصلحة جهة على حساب جهات اخرى، يريد ان يحشد الشارع العراقي لصالح من بدأوا يرون ان الناس تنفض عن الانتخابات وترفض هذا يعني المشهد الهزيل. بالمناسبة إلى تعليق أخير، فراس يكتب: انتخابات يعني إثبات حقوق العصابات والحرامية، عمي انتخابات، بلد مقسم ومهجرين في كل أنحاء. فراس يقول: لا تقولون لنا انتخابات ونحن مهجرون وظروفنا صعبة، لا تتحدثوا عن انتخابات ونحن لا نجد النزيه الحق الذي يستحق أن يقود العراق، لا نريد هذه الانتخابات ولن نشارك فيها. هذا ما يجمع عليه كثيرون من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى تويتر. هاشتاغ هذا اليوم: فلسطينيون ثائرون. القضية الفلسطينية حاضرة دائما في الوجدان العراقي، وإن كان الألم العراقي كبيرا لكن هذه القضية لا يمكن لها أن تنسى أو تمر مرور الكرام.
نذهب إلى التغريدة الأولى التي تحدثت وذيلت في هذا الهاشتاج فلسطينيون ثائرون، لنتعرف على أبرز الموضوعات التي كتب فيها من ذيلوا تغريداتهم بهذا الهاشتاج. في التغريدة الأولى يكتب الخليل: ما زال الصغير قبل الكبير يمسك المفتاح ويحكي عن برتقالية، فكأنه تذوقه ويأبى الفلسطيني أن ينسى وطنه، وطن تربى على حبه قبل أن يراه. الخليل هنا يتحدث عن قضية نشأت في الوجدان الفلسطيني، وهي فكرة التمسك بالحق والأرض والتجذر بهذه الهوية وهذا الطين الذي لربما لم يعش عليه هذا الجيل الطالع حاليا، وإنما سمع عنه. ورغم أنه فقط سمع عن يافا وعن حيفا وعن عكا، إلا أنه ما زال يتمسك بها ويرفض أن يتنازل كما تنازل كثيرون في المشهد الفلسطيني للأسف. وهنا نتحدث عمن ما زالوا يعقدون آمالهم على فكرة التنسيق الأمني والسلام الهزيل. إلى تغريدة جديدة. محمد يكتب: ويبقى الأمل مع شعب مقاوم لا يعرف الاستسلام رغم كل شيء يصنع الحياة. محمد يقول إن الشعب الفلسطيني هو شعب مقاوم بفطرته، ورغم ما يتعرض إليه من مصاعب ومؤامرات تسعى إلى محاولة قتل روح العزيمة والإصرار والصمود بوجه الاحتلال الصهيوني، إلا أن هذا الشعب ما زال صامدا يصنع الحياة. إلى تغريدة جديدة الآن. كتبت جزائر صينية، وهي على ما يبدو فتاة جزائرية تحب فلسطين، تقول: سيقولون لك استسلمي فنحن الأقوى، فقل لهم: نعم أنتم الآن فقط الأقوى، لكن لسنا الأضعف، إنما هي كبوات تصاب بها الأمم العظام. هنا تريد أن تقول: لربما الواقع لا يسعف القضية الفلسطينية، ولكن الحق لا يموت. سيقولون لك: لقد تخلى القريب قبل البعيد عنك، انسحب من ميدان المعركة وأعلن استسلامك أيها الفلسطيني، لكنه سيظل صامدا شوكة في حلق الاحتلال الصهيوني، يأبى أن يسقط مفتاح العودة وأن يتخلى عن حقه في العودة إلى داره. إلى التغريدة الأخيرة الآن. مريم تكتب: القدس تستحق أن يضحي من أجلها شباب فلسطين وأطفالها بأحلامهم الوردية ويستبدلوها بدمائهم الزكية. ثائرون فلسطينيون. مريم تتحدث هنا عن الدور الذي يقوم به الشباب الفلسطيني والأطفال الفلسطينيون الذين تشربوا حب هذه الأرض من آبائهم وأجدادهم، فقدموا على طريق تحريرها واستعادتها وانتزاعها من بين فكي الاحتلال، قدموا أرواحهم ودماءهم، وما زالوا على طريق المعركة يقدمون، لا يتراجعوا ولا يستسلموا. نتمنى للشعب الفلسطيني كل خير في مشواره من أجل انتزاع حقه. بعد قليل نذهب وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. في المقاطع المصورة المنتقى لكم من مختلف منصات التواصل الاجتماعي، اخترنا لكم هذا المقطع وهو المفتتح في هذه الفقرة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك استدعاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد على دعاوى التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية التي فاز بها ترامب. We'll be right back.
من يدري هل ما جاء به المسلسل يتحقق في واقع ترامب؟ الأيام بيننا. إلى إيطاليا وهناك حريق في مخيم لاجئين أفارقة. No, l'ibrido non è questo comunque. Sì. Sì. طبعا هؤلاء يعدون مهاجرين غير قانونيين وغير شرعيين بحكم وأعراف الأمم المتحدة. وسابقا جرى الحديث عن قانون لبناء مدينة داخل ليبيا من أجل احتواء هذا العدد المتزايد من المهاجرين الأفارقة، لكن ليبيا رفضت أن تكون بلد إقامة للمهاجرين، رغم أنها قالت إنها تبذل المزيد من الجهود حتى تمنع مرور هؤلاء المهاجرين إلى إيطاليا ومن ثم إلى أوروبا في وقت تقول فيه إنها لا تجد من الإمكانيات ما يعينها على تحقيق ذلك. وتبقى مشكلات المهاجرين غير الشرعيين قائمة في تلك المنطقة، سواء في إيطاليا أو في ليبيا وما حولها من المناطق. الختام أردناه مميزا وخفيفا هذه المرة، مقطع مصور يقدم لكم أفكارا تساعدكم لإعداد طعام شهي في المنزل. نهاية ما لدينا في تواصل دوت كوم لهذا اليوم، نلتقيكم لاحقا على خير، إلى اللقاء.